من أرض العنبر وضفاف نهر الفرات، من أرياف النجف الأشرف، بطيبة أهلها وصفاء القلوب ونسائم الحب المملوءة دفء وحنين، هدوء يعكس سلام سكناها وصور ناصعة النوايا تجعلك تفكر بدقة عالية باحثاً عن أصول الضوء واللون وعلم المشهد. ومن بين كل هذه التساؤلات ينبثق جواباً واضحاً لجواد جامح شق غبار المسارح ليرسم لوحات من النور برؤى شبابية جديدة تضع لكل سين جيم. جيم حرفه الأول وحرف من أحب عاشر وآخى، جيم الشيخ جودي العبودي أباً، جلال جمال وجميل إخوة، جنان جميلة جهينة وجوهرة أخوات، حتى جهاد جاسم الخال وصديقه الأول ورفيقه الأعز المعلم الأشهر الذي أقضى معظم حياته معه في المشخاب، حيث خطواته الأولى نحو الإبداع ونيل المعرفة واكتساب هم الثقافة والإدراك والبحث. جبار جودي العبودي سيادة النقيب، من مواليد 1967، أحب الريف حد الجنون واستهواه الهدوء حتى الإدمان، لكنه انتقل إلى بغداد طالبا للعلم وساعيا وراء وصية خاله، فدرس في معهد الفنون الجميلة في بغداد وحصل على دبلوم إخراج مسرحي في العام 1990 وبكالوريوس إخراج مسرحي في العام 2004، ثم ماجستير تقنيات مسرحية 2009 ودكتوراه فلسفة التقنيات المسرحية والإخراج 2016. قام بالتدريس في قسم المسرح بمعهد الفنون الجميلة في بغداد من العام 1992 حتى 1995 لمواد الديكور، الإضاءة، التمثيل والابتكار، ثم انتقل إلى صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية في العام 1996 ليدرس في قسم الديكور في مركز التدريب المهني حتى العام 1999. تدرج في مناصب عدة منذ العام 1992 مديراً ومصمماً ومخرجاً، وهو موظف في دائرة السينما والمسرح ومخرج الفرقة الوطنية للتمثيل، شارك في تصميم الديكور والإضاءة لعدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية العراقية التي نال على إثرها الجوائز المحلية والعربية، وبالأخص في قسم السينوغرافيا عشقه الأزلي ومحترفها الأهم. هو مؤسس ومدير قسم التقنية الفنية بدائرة السينما والمسرح للعامين 2007-2008، وهو أيضا عضو في اتحاد المسرحيين العراقيين واتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين أيضا. أبا هاشم كما يحب أن يلقب زوج لأم هاشم وأب لثلاثة أولاد، فاز بانتخابات نقابة الفنانين في 5 أب أغسطس 2018 بمنصب نقيب الفنانين العراقيين، إيمانا منه بأن الفن العراقي يستحق الانتباه ورواده ومبدعيه يستحقون الإشادة، فكان صوتهم الصادح وحنجرتهم التي بحت بحثا عن حق لصورة المجتمعات التي تعلو بمثقفيها. ولكن ما من مجيب، انتقل بهيئة النقابة المتواضعة إلى شخصية فدة ذات كيان رصين تقف في وجه العديد من موجات التخلف والإهمال في حق الثقافة والفن العراقيين. تعرض للعديد من موجات الاتهام وسوء الظن منذ تسنمه منصب النقيب، فواجههم بالبناء وفتح باب النقابة لكل أعضائها حالما بغد يليق بحضارة العراق وفنها وتأريخها المرصع بالجمال رغم المعارضين والمشككين. ظل جبلا شامخا واجه مسيئيه بالحسنى وكارهيه بالابتسامة. ضيفنا العزيز، من أين أتيتم بكل هذا الصبر وكيف لكم أن تكونوا بهذا الهدوء؟
هو ريف المشخاب الهادئ أم عذوبة الفرات أم حكمة علي عليه السلام يا ابن النجف؟ وبعد كل ما لاحظت وشاهدت وسمعت، هل الفن والفنان العراقي بمكانتهم الصحيحة؟ متى سنكون بمصاف من كنا قدوة لهم في الماضي؟ ومتى يتقاضى الفنان أجره واحترامه إسوة بفناني المنطقة العربية؟ أو بالأحرى، متى برأيك سيبلغ السيل الزبا؟